بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وفاء حمد الشمري، أخصائية مكافحة عدوى من برنامج الخدمات المساندة في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. بإذن الله راح يكون هنا شرح مبسط لمعايير مكافحة العدوى في ثلاجات الموتى. سلسلة العدوى تكبر ويكبر خطرها في انتقال العدوى المرتبطة دائما بتقديم الرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية، شاملة بالمرضى ومقدمي الخدمة الصحية سواء ممرضين، دكاترة، عمال نظافة. هذا الخطر يستمر إلى انتقال العدوى إلى ذوي المتوفين أو أي أشخاص عاملين بقطاعات أخرى بعد وفاة المريض نتيجة الاستلام الجثة والتعامل معها بطريقة غير صحيحة وعدم تطبيق معايير وأساسيات مكافحة العدوى في هذه المنشأة. دائما نعتبر جثة المتوفين أو أي أعضاء بشرية معدية أنها تكون ناقلة للمرض، حتى وإن أثبت أن بعض الميكروبات المعدية في أجسام المتوفين لا تكون معدية أو ناقلة للمرض للجسم الأصح، ولكن توجد هناك بعض الميكروبات المعدية تصيب الأصحاء والناس السليمين، فلذلك يجب أخذ الاحتياطات وتطبيق المعايير القياسية دائما. الغرض من الدليل هو غرض أنه منع انتقال العدوى للعاملين الصحيين القائمين بالخدمة وقت الوفاة أنه أثناء التعامل مع الجثة، وحفظ سلامة جميع العاملين بقسم شؤون الوفيات، القطاعات الأخرى والمختصة بالوفيات وأفراد أسر المتوفين. رح نتطرق لمسؤولية الأقسام في الإشراف على العاملين. أولاً، مشرف قسم الثلاجة من مهامه تقديم الدعم وتطبيق السياسات، المتابعة، التأكد من توفير المستلزمات والأدوات ما يكون في شيء ناقص، التدريب، إعداد خطة للطوارئ. قسم مكافحة العدوى من أهم الأقسام، تلعب دورا في تدريب العاملين بقسم الثلاجة، ثلاجة الموتى والعاملين على نقل الجثمان، على تطبيق سياسات مكافحة العدوى فيما يخص منها كيفية وسياسة التعامل مع الجثث، كيفية نقل الجثمان بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الحالات الوفيات المعدية، أن تكون عندنا جثة معدية، كيف أن يتم طريقة التعامل معها، استخدام الأدوات والمستلزمات الوقائية الشخصية الخاصة في هذه الجثة. العاملين بقسم ثلاجة الموتى أن عليهم أن يلتزموا الالتزام الكامل بتطبيق سياسة مكافحة العدوى المطلوبة، الإبلاغ الفوري عن حالات التعرض للإصابة بالآلات الحادة. التوجيهات العامة، وهذه طبعا تكون من مسؤوليات من قسم مكافحة العدوى على تدريب العاملين في قسم ثلاجة الموتى، تنظيف وتطهير الأيدي، منع أنه يمنع منع باتا وتناول المأكولات والمشروبات والتدخين في نفس القسم هذا المختص في ثلاجة الموتى، يجب ارتداء الملابس الملائمة لبيئة العمل داخل ثلاجة الموتى. كمخاطر محتمل حدوثها للعاملين الصحيين عند ملامسة أو التعامل مع الجثة، وذلك في طريقة انتقال العدوى من المقدم الرعاية الصحية إلى الشخص المتوفي، هي إما تكون عن طريق التعرض لسوائل الجسم المعدية أو الإصابة بالأدوات الحادة التي تكون مختصة ومخصصة لهذا المريض المتوفي. بعد حدوث العدوى أو الإصابة بالعدوى سواء عن طريق الأدوات الحادة أو التعرض الجسم لسوائل الجسم المعدي، هناك إجراءات لابد أن تتبع، وهذه تعتبر من المعايير ومقاييس أساسية. أولا، جعل مكان الإصابة ينزف ويغسل جيدا بالماء والصابون، تغطية الجرح بضمادة غير منفذة للماء، رفع تقرير عن الحادث إلى قسم مكافحة العدوى وقسم الصحة المهنية عيادة صحة العاملين، استيفاء بيانات نموذج الحادث الخاص بالإصابة والاحتفاظ بسجل لاسم المتوفي الذي حدثت منه الإصابة أثناء التعامل. ننتقل إلى إرشادات نظافة البيئة بأقسام الثلاجات. أولا، عندنا تنظيف الأدوات، يجب تنظيف الأدوات بصورة روتينية قبل تطهيرها، حيث يوجد أن بعض المواد العضوية يمكن يحمي الكائن الحي من تأثير المواد المطهرة أن تكون ملتصقة فيها، فلازم أن يعني ننظفها تنظيف أولي بعدين نبدأ فيها في المطهرات.
غسل وتنظيف وتطهير الثلاجات الموتى من الداخل ومن الخارج بشكل صحيح مع توفر جدول التنظيف. يجب شطف وتجفيف جميع الأدوات المستخدمة في التنظيف قبل تخزينها. يجب التخلص من المستلزمات أحادية الاستخدام كحنفايات طبية. تعبئة النموذج الخاص بالتنظيف والتطهير بشكل يومي. ثانياً، الانسكابات الدموية والسوائل. يتم التعامل مع انسكابات الدم وسوائل الجسم من الجثث باستخدام عدة التعامل مع الانسكابات الدموية، ويجب على العاملين الفنيين بالقسم التدرب على استخدامها بصورة جيدة وما يكون فيها أخطاء، وتوثيق آلية التدريب والعمل من قبل قسم مكافحة العدوى. يعني يكون القسم مكافحة العدوى هو المسؤول عن آلية التدريب وكيف التعامل مع الانسكابات الدموية. الموقع والتصميم الخاص بثلاجة الموتى من الأساسيات الضرورية، وكيف يكون القسم مخصص ومهيأ للثلاجات وحفظ الجثث المتوفين. أولاً، اختيار الموقع، الحائط والأرضيات كيف يكون ومن إيش تكون، التصميم كيف يكون تصميمه من يختلف من منشأة إلى منشأة، التخزين، مراحل التخزين كيف بتكون. هناك مواصفات فنية والأداء لثلاجات الموتى. الفريزر من الفولاذ للتجميد من صفر، تكون درجتها من 0 إلى 5 درجات تحت الصفر. وحدات واسعة مهيئة، يعني تكون تحتوي على سعة مهيئة وتكون مقياس للجثة. شاشات مراقبة إلكترونية لدرجة الحرارة، نظام إنذار يمكن توصيله بنظام مراقبة إدارة المباني، يكون فيه مسجل درجة الحرارة وهناك فتحات للصرف. الجهد يكون 32 فولت، 230 فولت. الضغط احتياط يقاوم للصدأ مع صواني قابلة للإزالة، بكرات قابلة للإزالة. درجات الحرارة من المعايير الأساسية في تطبيقها في الثلاجات الموتى. يجب حفظ جميع الجثث داخل الثلاجة عند درجة مئوية معينة، تبدأ من 2 درجة مئوية إلى 4 درجة مئوية فوق الصفر لمدة لا تزيد عن أسبوع. يجب وضع جميع الجثث للحفظ طويل الأمد في منطقة التجميد العميق عند درجة حرارة تساوي أو تقل عن -15 درجة مئوية إذا لم يطالب أي قريب بالجثة خلال أسبوع واحد. يجب مراقبة درجة الحرارة وتسجيلها يوميا، مراقبة درجة حرارة الثلاجات وتسجل درجة الحرارة على الرسم البياني لدرجة الحرارة بشكل يومي. يجب إبلاغ إدارة الصيانة عن أي عطل حاصل في درجة الحرارة. يهمنا أيضا التهوية الحرارية وهواء التكييف. يجب أن يكون قسم ثلاجة الموتى جيد للتهوية ومهيأ، بينما في الحالات عالية الخطورة يجب تعزيز تغييرات الهواء داخل المشرحة إلى 12 ساعة على الأقل مع الحفاظ على فرق الضغط السلبي. يجب عزل نظام التهوية عن أنظمة التهوية الأخرى من خلال تصميمه، من خلال موقعه، لتقليل من انتشار الروائح ومسببات الأمراض المحمولة بالهواء. التعامل مع نقل جثامين المتوفين. جميع جثامين المتوفين يجب أن يتعامل معهم باستخدام احتياطات وقائية مناسبة. أولاً، ينبغي ارتداء الملابس الواقية الشخصية المناسبة. يجب إزالة جميع الأجهزة واللوازم الطبية. يجب وضع ضمادات وسدادات. عند التعرض للدم أو سوائل الجسم المتوفي بصورة مباشرة، ينبغي إبلاغ قسم مكافحة العدوى في المنشأة. إذا شخص المريض المتوفي بمرض معدي شديد العدوى، يجب تطبيق احتياطات إضافية وقائية. ينبغي أن يحضر مشاهدة الأقارب للجثة في حالة احتمال التعرض للدم أو السوائل. ينبغي أن يحضرون من الملامسة السطحية المباشرة للجثمان مثل اللمس أو التقبيل إذا كان المتوفي مصاب أو متوفي بمرض معدي. عند الحاجة إلى نقل الجثمان، يتم نقل الجثمان بسرعة مع اتخاذ الترتيبات المناسبة.
ينبغي أن تستخدم أغلفة بلاستيكية غير منفذة يلف بها جثمان المتوفي أو كيس الجثة قبل النقل. يجب استعمال الأكياس الخاصة بالجثث في حالات الوفاة من الأمراض شديدة العدوى. يتم تحديد أحد العاملين في المجال الصحي أو أحد العاملين بالمنشأة الصحية لمرافقة الجثمان. تأتي إلى تصميم سيارة نقل جثث الموتى. القسم الأول خاص بالسائق، وجود مساحة خاصة للسائق النقل ومرافقه على أن تكون معزولة عن حجرة وجود الجثة. القسم الثاني خاص بالإمدادات الصحية، وهي وجود مستودع خاص بالإمدادات الصحية ويحتوي على ما هو مطهر للأيدي كحولي مثل الإيثانول بتركيز من 60 إلى 70%، وسائل الحماية الشخصية، مطهرات الأسطح لاستخدام عند الحاجة، حقيبة الانسكابات الدموية، أكياس نفايات. يليها أكياس خاصة بنقل المتوفين. القسم الثالث وهو قسم المساحة للجثمان. يكون القسم الثالث خاص بنقل الجثمان معزول تماما بفاصل مادي عن القسم الأول والثاني. يتكون من سرير نقل جثمان قابل للتثبيت والتحريك لسهولة النقل عند الوصول. تكون الأسطح الداخلية للقسم الخاص دائما تكون يعني من نوع ستيل أو ستيل من الفولاذ المقاوم للصدأ أو مادة قابلة للتنظيف والتطهير. وضع أجهزة مراقبة خاصة لقراءة درجات الحرارة والبرودة والرطوبة، حيث تكون القراءة من داخل ثلاجة السيارة النقل عند من 2 إلى 4 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن أسبوع في حالة نقل الجثث لحفظ طويل. إذا كانت لحفظ لنقل الجثث للحفظ الطويل الأمد، تضبط عند منطقة النقل للتجميد عند درجة حرارة تساوي أو تقل عن سالب 15 درجة مئوية لمنطقة القسم الثالث، مع تعبئة نموذج خاص قبل وبعد نقل المريض والاحتفاظ فيه عند مشرف النقل. التأكد من إغلاق الأكياس نقل المتوفين ووضع كود مطلوب على الكيس حسب سياسة وزارة الصحة. يكون النقل من المستشفى إلى سيارة النقل والعكس بإشراف مكافحة العدوى أو مشرف قسم الوفيات، الثلاجات أو التمريض أو كادر صحي مدرب على الإجراءات الصحيحة. يجب تطبيق جميع معايير الإجراءات الوقائية.